أنا مش عايز أطول معاكوا كتير في الكلام في أكتر من الآتي، لسبب إن أنا نفسي أقعد. إيه هو؟ إحنا عارفين كلنا إن الرئيس النهاردة كان بيفتتح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية اللي في العين السخنة. المصنع تابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة. طيب إيه المصنع ده؟ إيه قصة المصنع؟ المصنع ده زمان يا جماعة قبل 8 سنين فاتوا، وده بالأرقام، كان بينتج تقريبا 220 ألف طن سنوي ودمتم. الدولة فضلت تشتغل على تطوير المصنع وتحديثه ورفع كفاءته وزيادة معدلات إنتاجيته لحد ما وصلنا لإيه بقى؟ لا هو مش الضعف ولا حاجة، ضعف مين يا عم؟ احنا ما بقيناش نتكلم على كلمة الضعف دي، بقت كلمة هزيلة بالنسبة لنا. بقينا 1,740,000 طن سنوي. يعني الفرق قد ايه؟ الفرق 1,520,000 طن في 8 سنين زيادة في الانتاج. طيب يعني ايه؟ اقول لك يعني ايه. يعني المصنع ده بيصدر ل 56 دولة، ومنهم دول مهمة جدا في مجال الزراعة، وفي نفس الوقت زي استراليا. واستراليا زي ما انت عارف او زي ما كلنا لازم نعرف، هي من الدول اللي بتهتم جدا بجودة رفيعة للمنتجات اللي بتخش الأراضيها أيا كانت، ودولة تهتم جدا بمسألة الأسمدة المستوردة دي علشان ما يبقاش في أي تحميل على التربة، علشان جودة الحصالات بتاعتها إلخ إلخ إلخ. يعني مصنع استلمناه 220 ألف طن وصل إلى 1,740,000 طن. مصنع بقى بيصدر ل 56 دولة. 56 دولة. أنا بسألك سؤال، تفتكر ده معناه إيه؟ لا ده معناه حاجات كتير. تعالى بقى نقعد ونتكلم على زيارة الرئيس في جولته التفقدية النهاردة لمصنع الأسمدة الأزوتية. يعني تم الافتتاح الجديد أو افتتاح التجديدات اللي في المصنع، والرئيس كما جرت العادة وكما عودنا لا يذهب إلى مكان إلا وهو 100%. طيب تعالى أقول لك إيه اللي حصل في المصنع علشان نزود معدل الإنتاجية من 220 ألف طن ل 1,740,000 طن. المصنع ده أصبح الآن يتكون من 6 مصانع لإنتاج الأسمدة الأزوتية. طيب إيه هم الـ6 مصانع؟ 1. إنتاج أمونيا سائلة بطاقة 1,200 طن في اليوم. مصنع إنتاج يوريا سائلة 900 طن يوم. مصنع سماد يوريا محببة 900 طن يوم. مصنع نيتريك أسيد أو حامض نيتريك بطاقة 500 طن يوم. مصنع نترات نشادر سائلة بطاقة 650 طن يوم. نترات نشادر جيرية، أيوة اللي احنا بنشوفها دايما في الأفلام، وتلاقي أخويا المزارع ماسك البتاع وقاعد عمال بيرش كده وبتاع، هو ده. مصنع إنتاج نترات النشادر الجيرية بطاقة 900 طن يوم. فيصبح عدد المجمعات الصناعية بشركة النصر للكيماويات الوسيطة 4 مجمعات. الله، يعني هم 6 ولا 4؟ يا عم بتاع العين السخنة 6، لكن المجمعات ده اسمه مجمع اللي في العين السخنة. أنا بقى عندي كم مجمع تابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة؟ 4 مجمعات. 1 في أبو رواش، 2 في الفيوم، وعندي 2 في العين السخنة. كلام مهم جدا قاله الرئيس النهاردة، خلونا بعد إذن حضراتكم نقوله بالتفصيل، ولكن بعد الفاصل. ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ استطعت ان اثير انتباهكم؟ 56 دولة بنصدر لها، كنا 220 ألف، بقينا 1,740,000 طن. طيب الرئيس النهاردة قال إيه؟ الرئيس الحقيقة قال كلام كتير مهم جدا فيما يتعلق بمسألة الاهتمام بالصناعة.
وتحديدا قال يجب علينا التحرك في القطاع ده، خصوصا القطاع ده بياخد وقت وجهد وتكلفة كبيرة. وقال إن مشروع مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية تكلفته التقديرية بدون تكلفة الأرض ولا المرافق تقريبا حوالي 800 مليون دولار. التكلفة دي والشغل ده قعد تقريبا 4 سنين. ممكن نسمع الرئيس قال إيه، هنفهم أكتر وهنتكلم مع حضراتكم ونتناقش تاني. على ان احنا لما خدنا القرار ده خدنا 4 سنين عشان نفتتح المصنع ده اللي هم الست مصانع دول، يبقى عشان في خلال 8 سنين مع الوضع في الاعتبار ان احنا مع الشركات اللي هي بتعتبر من افضل شركات الصناعة في العالم في المجالات اللي احنا بنتكلم فيها، خدت وكنا ضاغطين في التوقيت وكان جزء من التفاوض معاهم ان احنا ننجز المهمة في اسرع وقت ممكن. لان كتير من الناس يقولوا ايه، انتوا ليه مش مهتمين بالصناعه؟ احنا عشان نهتم بالصناعه ونتحرك فيها هناخد وقت وجهد كبير قوي وتكلفه كبيره. مشروع زي اللي احنا بنتكلم فيه ده، انت بتتكلم في غير ثمن الارض والمرافق اللي هي بتوصل لها، بتتكلم في 800 مليون دولار ولا انا مش واخد بالي؟ فالرقم كبير يا جماعه. عشان تعمل مصانع كثيره تقدر تحقق بيها اولا حاجاتك اللي انت عايزها ويتبقى جزء للتصدير، ده موضوع هياخد وقت. ولازم واحنا بنتكلم في النقطه ديت ننتبه لحاجه مهمه قوي، ان احنا كان عندنا اولويات موجوده ازاي نوصل ان احنا نبقى يعني اقدر اقول ان انا اجي اعمل مصنع زي كده ما يكون عندي الطاقه الكهربائيه اللازمه. يا فندم حضرتك سيادتك واخد بالك جدا الجمله بتاعت الرئيس وهو بيشير الى الدكتور مصطفى مدبولي لما قال 800 مليون دولار ولا انا مش واخد بالي. لا، هو الرئيس واخد باله طبعا، هي احنا اللي لازم ناخد بالنا. المساله ما هياش سحبه نبوت، ده اللي لازم كلنا نبقى فاهمينه. يلا بينا نفتح نعمل مصنع، بكام وازاي؟ فالرئيس قال لك احنا قعدنا 4 سنين علشان نقدر نطلع المصنع بهذا الشكل، احنا بنتكلم على 800 مليون دولار، صح؟ طيب، يعني مليار الا خمس، يعني 30 مليون 32، يعني نقول مثلا حوالي كده 25 مليون، ايه يا جماعة ده؟ ده رقم. طيب يبقى الأول أنا لازم أبقى فاهم إن أنا عشان أقدر أوفر المبالغ اللازمة لهذا المصنع وإنشاؤه ومعداته و و و دي ما هياش يلا بينا. يا راجل ده أنت لما بتفكر تنزل تشتري عربية بتقعد 3 سنين تفكر الأول. طيب، الحاجة التانية اللي أشار ليها الرئيس وهي شديدة الأهمية وقال احنا يلا بينا نبني المصنع، طب مش الاول يبقى في عندنا كهرباء عشان نشغل بيها المصنع؟ ودي دايما كانت النقطة الفاصلة اللي كتير زيادة اكتر مما ينبغي ما بيلتفتوش ليها وهم بيتناقشوا. اما يجي، وده يمكن جزء اظنه من كلام الرئيس او اشارته، يعني ناس كتير جدا بتقول لنا ليه ما بتهتموش بالصناعة؟ اقول لك لا، هو الصناعة بتحتاج لوقت والمجهود والتكلفة. وقالوا بعدين احنا عشان نعمل المصنع مش لازم له كهرباء. السؤال يا جماعة، هو احنا كان عندنا كهرباء؟ طيب تعال نشوف الرئيس أكد على إيه كمان. أكد إنه مشروعات، وهنا الكلام منطقي أهو، مشروعات التوسع الزراعي تقوم بأنظمة الزراعة والري الحديث. طب أنا عايز أعمل كده، يبقى أنا لازم أعمل إيه؟ لازم يكون في عندي كمان المصانع اللي تطلع لي الأسمدة علشان آخد كفايتي وأصدر اللي فاضل. أشار الرئيس إن الدولة أنشأت بالمناسبة عشان موضوع المية 30 محطة رفع مية لخدمة مشروعات الدلتا الجديدة. طبعا حضراتكم أكيد عارفين إحنا اتكلمنا عليها قبل كده، محطة الحمام واللي هتبقى أكبر من المحطة بتاعت بحر البقر، ومحطة بحر البقر اللي هي أكبر محطة معالجة من نوعها على مستوى العالم، 5.6. المحطة بتاعت الحمام أظنها 7.6 مليون متر مكعب. طيب خلونا نسمع الرئيس قال ايه ونرجع نكمل الكلام. انتوا لو شفتوا محطات الرفع اللي بتتعمل، احنا بنتكلم في 30 محطة، واحد في الشمال 15
و15 في الجنوب يا دكتور مصطفى، وحد يصلح لي لو انا بقول رقم مش دقيق يعني، لكن كل محطه منهم عمل هندسي محترم بهدراته، بالترمبات اللي هتتحط فيه، بالشغل اللي عشان اجمع مصرف عكس اتجاه الانحدار الطبيعي ولم الميه دي كلها اللي كانت بتلقى في الحاله ديت في المكس مش كده، واروح واخدها عامل لها معالجه. هي بالمناسبه هي كانت اتعالجت قبل كده وتم تدويرها قبل كده حتى، لكن احنا قلنا هندورها تاني، هندورها تاني ونعالجها معالجه ثلاثيه متطوره تاني عشان نعمل ده. كل عمل هندسي واحد في محطه من محطات الرفع ديت بتشيل عشان تنقل ميه 7.5 مليون متر في اليوم، دي محطات عملاقه كبيره جدا. طيب الريس هنا بيتكلم على محطات ميه عملاقه جدا عشان نقدر نشتغل على ري يا جماعه بتاع قد ايه بقى؟ بتاع 2 مليون وربع، يعني 2,250,000 فدان، هم 2,200,000 فدان عشان ابقى دقيق معاك حتى في الكلام. دي الدلتا الجديده. طيب انا هزيدك من الشعر بيت. الريس هو بيتكلم قال كل محطه من دول عمل هندسي محترم ودقيق جدا. خليني اخد معانا على التليفون صديقي العزيز وكاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ احمد الخطيب رئيس تحرير الوطن. اهلا 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 اهلا. يا مساء الانوار استاذ يوسف. يا مساء الحلويات والسكريات والافتتاحات والانجازات. يا رب يكرمك. يعني شوف النهارده هو ايه اللي بيحصل بالظبط. اه والله ايه اللي بيحصل؟ لازم لا يعني لازم نبص للمساله بعمق يا يوسف. المساله دي دوله بتحل مشاكلها العظمى، مصر. مصر يوسف تقدر تقول، والرئيس حتى اشار لده اكثر من مره، البلد دي 100 سنه ما اتعملش فيها حاجه تليق بجلالها وقدرها. صح. انت بتتكلم على 2.25 مليون فدان. طب هي مساحه الرقعه الزراعيه في مصر قد ايه؟ اللي هي بلد مصر دوله عظيمه زراعيه. كام؟ 8 مليون فدان. 8 مليون. طول عمرها منذ يعني 7000 سنه. انت بتعمل في 10 سنين 2.25 مليون فدان، يعني بتتكلم في كام في المية؟ 25% بتزيد من مساحة مصر الزراعية. ده غير توشكى الخير، غير سينا، غير الصعيد والوادي الجديد. احنا بنتكلم على مشروع واحد. الاورجانيك الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ايه زادت الرقعة الزراعية؟ بتتكلم في 2.25 مليون فدان. طب هو انت عندك كام مليون فدان؟ عندك 8 مليون فدان. طب بص على 8 مليون فدان دول، بص عليهم نظره بعمق كده، هتلاقيهم انتاجهم المحصولي ال 2 مليون وربع افيد منهم. ليه؟ لان ال 8 مليون يا يوسف مفتتين. صح. مفتته على صغار المزارعين. انت مش هتلاقي مزارع عنده احسن مزارع فيك يا مصر ما ينزلش عدد الرقعه الزراعيه عنده عن 10 فدادين. ده اللي هو من اثرياء 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 القرى والكفور والمحافظات. مع لانه ده معناه ايه برضه يا يوسف بعد اذنك؟ معلش قول. ده معناه ان انت عشان انت تعمل بيئه زراعيه حقيقيه ومنتجه وفاعله وتكفي من احتياجاتك الداخليه، لازم مساحات زراعيه شاسعه واسعه عشان تضمن ان يتطلع محصول تقدر عليه تقول عليه محصول يسد الفجوه الزراعيه، تصدر وما شابه. انت ما عندكش 8 مليون فدان دول، خد بالك 8 مليون فدان دول يوسف دول المحصول اللي اتبنى عليهم في ايام الثوره وقبل الثوره. صحيح. اللي جرى عليهم تعديات وتجريف وهلم جرى. اللي عليهم اكتر من مليون فدان ده غير المفتتين. انا بكلمك على تفتيت حاجه، ده اللي بيخليك لا تنتج محصولا قويا حقيقيا. صحيح. انت رغم ذلك انت بتصدر موالح، افضل بلد في العالم بتصدر موالح والكلام ده كله. ده نتيجه بعض الزراعات اللي هي اتعملت في الفتره الاخيره. صح. انت بتتكلم في 2.5 مليون فدان. دول زيادة رقعة مصر الزراعية واحدة. ده زادوا في كام سنة؟ في 9 سنوات. تعال بص بقى على طرق الكباري، كام في المية طرق الكباري زادت بيهم مصر في هذا العهد؟ منذ بتتكلم في 30% من طرق الكباري مصر منذ بلد الخليقة. انت برضو روح على، يعني انا بكلمك يا يوسف على نقلات قفزات في الدولة المصرية، وليست امور فقط اصلاح وما شابه. دي انت بتعمل قفزة في الاراضي الزراعية، قفزة في طرق الكباري،
في الشوارع في مصر وزادت رقعتها البنائيه والعمرانيه، انت بتتكلم على قفزه في صناعه الدواء، قفزه في صناعه الاساس، انت بتقفز قفزات ضخمه في المساله. هو ده الموضوع. طب هو احمد تعالى تعالى خد يعني خدني على قد عقلي زي ما بيتقال. طب وماذا عن التكامل يا استاذ احمد؟ يعني احنا نزرع الارض، هو احنا عندنا ميه؟ طب نزرع الارض، هو انا عندي سماد؟ طب نزرع الارض، هو انا عندي تقاوي؟ وهو هنا المصنع ده وعمق مصنع النهارده. زي ما انت تقدمت في مقدمتك وقلت ان احنا ما كناش اصلا بنصنع طرمبات وما شابه، فيتعمل مصنع طرمبات. بتتكلم في مثلا في المياه والتحليه، انت ما عندكش ميه فبتعمل ايه؟ انت بتدور حياتك. انا 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 واقف عند جمله قالها سياده الرئيس السيسي في يوم من الايام، انه راس مال اللي ما عندوش الفكر. طب انت بتبص على عمليه محطات الرفع المياه دي، وبص على المكس، وبص على الحمام، وبص على السرابيوم في سينا، الفكره جت ازاي يوسف؟ جت ازاي؟ صرف زراعي، صرف صحي وصرف زراعي، كان بيلقى في بحيرات المنزله وبيلقى في بيلقى في كل مكان. ايه اللي بيحصل؟ بيتم اعاده تدويره، اربع معالجات، ثلاثه واربعه معالجات، ثم انت تروح تزرع بيه تاني. فانت بتعمل حاجتين، اولا انت بتضمن بيئه امنه صحيه، ان هذا الصرف الصحي والزراعي بتتخلص منه تخلص امن، بل انك انت بتستفيد منه. انت بص على فكره مشروع نقل الصرف الصحي الزراعي من الدلتا الى سيناء، بتزرع في كام في سيناء؟ بتزرع في 450 الف فدان اورجانيك. من لا شيء، فكره من لا شيء. صرف زراعي كان بيلقى فين يا يوسف؟ بيلقى في بحيره المنزله. في بحيره المنزله ويبوظها ويعمل تداعيات بيئية مذهل. طبعا مذهل. انت بتصلح بحيراتك. شوف الفكره جت ازاي، هنا عمق المساله. عشان كده انا بشاور لحضرتك يا استاذ يوسف، وبشاور حتى للساده المشاهدين، انه انت ما تبصش على اللي حصل النهارده، بص على العمق اللي بيحصل في الافكار. انت من لا شيء بتعمل شيء، ومش اي شيء، ده شيء عظيم، انك انت تاخد مياه كانت بتلقى وتعمل مخلفات بيئيه يعني سيئه جدا في بحيره المنزله، فهذا العفن، انا اسف في اللفظ، هذا العفن يتحول الى ماده خير يتم معالجته، ومعالجه المياه الصرف الصحي والمياه الصرف الزراعي، وتاخدها تنقلها في سينا عشان تعمر سينا، هذه البلده سيناء التي لم تعمر منذ بدء الخليقه، تعمرها وتحارب بها الارهاب، وتحارب الارهاب بالتنميه، وتعمل 450 الف فدان هناك. الفكره دي جت ازاي يوسف؟ هو هنا العمق، هنا في المساله. تروح تراجع على طول لكلمه الرئيس ذات يوم عندما قال ان انت راس مالك الافكار، انت ما معكش فكر، الفكره تخلق لك. كذلك زي ما انت اشرت النهارده، شوف المصنع بتاع النهارده بيعمل ايه. يا نهار ابيض، ما شاء الله. اضيفك من الشعر بيت، ارجوك، انت بتعمل ده كله في انهي وقت؟ الاقتصاد العالمي كله في أزمة، وتداعيات خطيرة بتحصل في أمريكا، ولأول مرة خلي بالك اللي بيحصل في الاقتصاد العالمي ده ما حصلش منذ الحرب العالمية الثانية. صحيح، عشان بس الناس، مش 2008 والاقتصاد العالمي، لا، الحرب العالمية الثانية. رئيس جي بي مورجان قال كده بالظبط، قال ده إعصار اقتصادي، ما احناش عارفين هنطلع منه ازاي. وبيهز مين انت؟ امبارح احدى المؤسسات القياس الاقتصادية ووصفت الاقتصاد الامريكي بايه يا يوسف؟ سلبي. اديته موديل تقريبا، عشان بس اكون دقيق كده، اديته مؤشر سلبي، مش يعني اديته، يعني اخدته من المستقر اللي سلبي، يعني ناقص حاجه كده. بتتكلم على اقتصاد مين؟ اعظم دوله في العالم، عظمه امريكا مش قوه سلاحها على فكره. الناس بس فاكره انه امريكا لا، بقوه اقتصادها في الاول. هي قوه عسكريه عظمى طبعا بلا شك، محدش قال كده، لكن هي قوه اقتصادها، قوه عظمه قوتها في الاقتصاد. بتتكلم على دوله بتهتز هزه عنيفه، الولايات المتحده الامريكيه، ما بالك بدوله اقليميه عظمى؟ طبعا مصر دوله اقليميه عظمى طبعا في المنطقه طبعا، لكن بتهتز هذا ما يمر به الاقتصاد العالمي وما تفعله مصر في هذه الايام وهذه السنين. انت بتتكلم في اربع سنين الاقتصاد العالمي تهز هزه عنيفه، هزه كورونا ما كانتش هزه طبيعيه يوسف اطلاقا، ما كانتش هزه طبيعيه، ما حدش خد نفسه حتى الان. ثلاثه، الحرب الروسيه الاوكرانيه،
ومع ذلك الدولة المصرية تقف على قدمين ثابتتين وتفتح كل يوم مشروع. عندك رئيس دولة بيفتتح مشاريع ويكمل في مشروعات. في تأثرنا؟ اه طبعا في تأثرنا، بس هل الإرادة لانت؟ لا. هل العزيمة قلت؟ لا. هل عزيمة رئيس الدولة قلت؟ لا. هل عزيمة الحكومة قلت؟ لا. هل المجتمع المصري لا ينبض؟ لا، ينبض وينبض بالحياة ويتحدى كل شيء. هو ده موضوع النهاردة وموضوع كل يوم، ادي اللي انا واقف عنده يوسف. والله العظيم انت كده زي ما يقولوا كده وقف على كبد الحقيقه واظهرها زي ما بيتقال. خلينا اشكرك الاول احمد جدا 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 جدا، نورتنا وشرفتنا، واتمنى ان انا اشوفك قريب بره الاستوديو بره الهوا، واشوفك قريب تاني جوه الاستوديو جوه الهوا زي ما دايما بتيجي تنورنا وتفيدنا. الحقيقه كل الشكر للاستاذ احمد الخطيب كاتبنا الصحفي الكبير ورئيس تحرير جريده الوطن. بص علشان برضو ايه ده عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهد، يا سادة يا كرام، في اقتصادات قابلة دايما للتعافي. يعني اللي بيحصل في أمريكا هزة، قبلها حصل قبل كده هزة في 2008، والاقتصاد الأمريكي من الضخامة بحيث أنه عنده قدرة حقيقية على التعافي، هو هيتعافى، مش دي قصتنا. الاقتصاد المصري هو مش بس عنده كل مقاومات التعافي، أنت رجعت معدل النمو بتاع الربع ده ولا لا؟ الربع السنوي ده ولا لا؟ طيب راجع ورايا 3.9 معدل نمو. ممكن تقول لي، وده بالمناسبة دي الشهادات الدولية، ممكن تقول لي أنهي دولة اقتصادها ضعيف ومنهار وعلى شفا الإفلاس بتحقق 3.9 نمو؟ مفترض انها ما تحققش نمو خالص، ما هي اذا كان الاقتصاد منهار وعلى شفا افلاس يبقى عمليا النمو بتاعي يا صفر يا سالب. بس لو عدى الصفر يبقى ماشي ماشي. هنا بقى سيبك بقى من انه طيب احنا ممكن نراجع تقرير الدوليه اللي بتقول والله هل في بقى قدره على كذا ولا مش عارف ايه، ويا ترى القدرات الائتمانيه بتاعت الدوله عامله ازاي، دي قصه تانية. لكن دوله بتعمل 3.9 معدل نمو في ظل انهيار اقتصادي عالمي، لا كده في حاجه صح وصح قوي. طيب نرجع مره تانيه لكلام الرئيس. الرئيس شدد على انه الدولة بتسابق الزمن. طب بتسابق الزمن في ايه يا سادة؟ 3.5 مليون فدان يدخلوا الخدمة في اسرع وقت. اوضح الرئيس انه جهد وتكلفة ضخمة لتقليل الفجوة الغذائية في ظل تحدي النمو السكاني الحالي. احنا بنعاني من نمو سكاني شديد، وبالتالي الدولة محتاجة تضع تكلفة ضخمة جدا وجهد شديد جدا علشان اقدر اسد اي فجوة غذائية. خلونا نسمع الرئيس تحديدا قال ايه في الحتة دي. بان المصنع ده بالاسمدة اللي هينتجها، انا بتكلم على 3.5 مليون فدان، منتظر يخشوا امتى؟ بالكتير نص السنة الجاية أو آخر السنة الجاية. نص السنة الجاية أو آخر السنة الجاية إن شاء الله. بنبذل جهد كبير جدا جدا عشان الرقم اللي بنتكلم عليه ده يتحقق يا آخر السنة دي يا آخر السنة الجاية بالكامل. أنا بتكلم في 3.5 مليون فدان، وأنا بقول للمصريين على حاجة أنتوا تعودتوا معايا عليها. إن شاء الله بحاول أكون صادق وأمين معاكم في كل كلمة أقولها. ما نوعدش بوعد ما نقدرش ننفذه. وعشان كده قلت إن إحنا تاني وتالت التغطية الإعلامية للمشاريع ديت هتدي للناس إحساس كبير جدا جدا بإن ما يبقاش قلقانين قوي، رغم إن أنا بتكلم في النمو السكاني خلال العشر سنين اللي فاتوا دول إحنا بنتكلم على الأقل في 20-25 مليون. فلو ما كانش عندنا إنتاج يقلل حجم الطلب اللي بنجيبه من بره بقى، هنبقى تقريبا فاتوره الاستيراد بتاعتنا هائله وضخمه. صحيح والله. ما هو لو انا عندي معدل مواليد، يعني ربنا يدي جميع الصحه، او معدل زياده بعمل حوالي مثلا 2.2 مليون، يعني المتوسط العام فعلا حوالي 22 مليون نسمه زادوا في 10 سنين. طيب الرئيس قال لك ايه؟ الرئيس قال لك 3.5 مليون فدان جداد على رأي أحمد الخطيب أورجانيك،
دي تعبيرات السوشيال ميديا دي. يخشوا الخدمة بالكتير آخر 24. طيب ده معناها رئيس تولى هذه المهمة شديدة الصعوبة، يبقى تم 10 سنين في 24، صح؟ كويس. 10 سنين يقدم لنا فيهم صافي 3.5 فدان في الخدمة، يعني 3.5 مليون، 3.5 مليون فدان في الخدمة، يعني 3.5 مليون فدان كلهم منتجين بكفاءة. طب لو أنا أصلي كان 8 مليون، يبقى أنا عمليا في 10 سنين بس، يعني أنت تقعد بقى مثلا 8000 سنة ولا 13000 سنة اللي عندك 8 مليون فدان آخرك. تيجي في 10 سنين تزودهم تقريبا 45% زيادة، اللي هم 3.5 مليون فدان. بس كده؟ لا، ولسه خلي بالك الرئيس قال ايه، في 3.5 مليون فدان يخشوا الخدمة، اجمالي اللي بنشتغل عليه اكتر، لكن الرئيس عايز بالكتير نهاية 24 يبقى عندي 3.5 مليون فدان دخلوا الخدمة. 3.5 مليون فدان دول بقى مزروعين قمح، مزروعين ذرة، مزروعين بنجر سكر، مزروعين خضار، وهكذا، مزروعين صويا. يبقى كل حاجة عندي فيها نقص ما أو فجوة ما أبدأ أشتغل على سد هذه الفجوات، يعني أزود من حجم إنتاجيتي الغذائية من الأراضي الزراعية زيادة عن اللي عندي، مش بس 45%، لا، لأن معدل الإنتاجية بتاع الفدان الجديد ده أعلى من معدل إنتاجية الفدان القديم. في ظل إيه؟ في ظل إن أنا كمان بشتغل على نائب، عندي تقاوي معتمدة إنتاجيتها أعلى، فالفدان عندي مثلا اللي كان يعمل 18 أخليه يعمل 20 21 22، فيبقى كمان أخويا الفلاح المزارع مبسوط لأنه هيبيع أكتر. طيب دعم الفلاح والمزارع المصري فين؟ أقولك، الرئيس قال الآتي، قال الحكومة اتفقت على إعلان أسعار ضمان لبعض المحاصيل الزراعية وبيطالب بعدم الاعتداء على الأرض الزراعية. خلوني نسمع، وخلونا بعد إذن حضراتكم نسمع هذا المقتطف ونتكلم شوية في قصة سعر الضمان دي، هقول لك عليه بس نسمع. بطمن الناس عليهم وارجو ان السعر برضو اللي احنا بنقوله ده، الضمان معناه ايه الاول بس، واكيد اخواننا اللي في ريف عارفين كده، ان ده الحد الادنى اللي انا هدفعه، صح؟ لكن لو السعر العالمي عالي او اكتر هندفع اكتر، مش كده برضو؟ صح. يعني لو النهارده القمح بنقول تعاقدنا على رقم والرقم ده ضمان، بقول انا ده الحد الادنى اللي هاخد بيه منك القمح. طب زاد القمح في العالم هنشتري بالسعر اللي هو وقت الحصاد، وقت الحصاد، مش كده؟ انا باكد بس على النقطه ديت لكل احنا قلنا القمح والذره وعباد الشمس وفول الصويا، مش كده؟ الذره الرز خلص. خلي بالكم لاخواننا اللي في الريف، ما الارض اللي معاكم غاليه جدا 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 جدا، فانتوا استفيدوا منها احسن ما نهدرها في تعدي عليها. الرئيس شرح سعر الضمان، تعال نقولها مرة كمان. يوسف الحسيني بيزرع قمح، يا رب. المهم يوسف الحسيني بيزرع قمح، افترضنا انه طن القمح مثلا الحكومة اتفقت معايا على انه يوسف احنا هناخد منك الطن ده ب10 جنيه. طيب جينا ساعة الحصاد لقينا ان الطن ب13، الحكومة تعمل ايه؟ ايوه هتدفع ال13 بمنتهى البساطة. طب والسعر بيتحدد ازاي؟ ده سعر عالمي، لا في ايدي ولا في ايدك. السعر العالمي بيقول 10 يبقوا 10، 11 11، 12 12، 13 13. هنا الفلاح يبقى متشجع على الشراء. ليه؟ لانه بمنتهى البساطة مفيش حاجة هتقف عليه بخسارة، ومش هيبقى ايه يا خبر ابيض ده بيشتري مني طن مثلا ب10 ولا ب11 مع انه ده السعر العالمي بتاعه وصل 13 و14. مفيش كلام من ده، الشراء بالسعر العالمي وقت الحصاد
ايه اللي تاني ممكن يتعمل؟ هو ده سؤال. شوفوا يا سادة كرام، وده بتكلم بجد، دي ارقام ما فيهاش شكوك. ليه؟ بالمناسبة اللي يفهم ده اكتر مني مثلا في المسألة الزراعية دي اخواننا المزارعين والفلاحين، لان هم شايفين بعينيهم. عارف يعني ايه في تقاوي معتمدة بترفع له معدل الانتاجية بتاعت الفدان؟ عارف يعني ايه سماد مدعوم بيجيله لحد عنده طول ما هو ملتزم معاه؟ يبقى من العين. ما انت عاوز السماد المدعوم تاخد التقاوي المعتمد. فهمتني قصدي؟ طيب تعالى ناخد معانا دكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعه بوزاره الزراعه. اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين. ازاي الصحه؟ اهلا بحضرتك دكتور عباس. عايزين نعرف اكتر على مساله ما فخامه الرئيس اتكلم على انه واحنا النهارده بنفتتح هذا المجمع لصناعه الاسمده الازوتيه الضخم والعملاق، انه احنا بنعمل حالة تكامل حقيقية في مسألة التوسع الزراعي. انا بزرع بوفر مية، بوفر كمان الاسمدة، وبوفر تقاوي معتمدة. مدى الاستفادة من هذا المجمع او كل هذه المجمعات اللي بنشتغل عليها التابعة لشركة النصر ايه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا اللي احنا شايفينه النهاردة ده ملحمة كبيرة جدا جدا جدا، وليست نظرية ولكن تنفيذية واقعية. واحنا لما نيجي نتكلم عن العمل الزراعي والاستثمار الزراعي والتوسع الزراعي، احنا ما بنتكلمش عن مصنع عبارة عن آلات وحديد ومعدات هتتركب وهتدوس على الزراعي فخلاص كده خلص. لا، الانتاج الزراعي احنا بنتعامل مع طبيعة، بنتعامل مع مناخ متغير، بنتعامل مع طبيعة أرض جافة، بنتعامل مع أراضي صحراوية، بنتعامل مع مناخ متغير، بنتعامل مع حضرتك أراضي قاحلة رملية، ففي هنا معطيات كثيرة جدا جدا جدا. أولا المدحنة اللي احنا شايفينها دي بنتكلم فيها عن التوسع الرأسي وعن التوسع الأفقي، ولما نقول كلمة توسع رأسي وتوسع أفقي للإنتاج الزراعي لازم يكون يواكبه الخطة الطموحة اللي بدأ بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيسموها يعني كيف تتناغم هذه التوسعات الأفقية مع مستلزمات الإنتاج. لازم الاثنين بيمشوا مع بعض مع علاقتهم بالعدد السكاني أو العدد البشري داخل الدولة المصرية الذي يتنامى عاما بعد عام. طبعا كانت الاستراتيجية فعلا طموحة ان في توسع في الاراضي الجديده داخل الدوله المصريه لتستوعب العدد السكاني المضطرد عاما بعد عام، فكان لازم يواكب هذه التوسع يواكب مستلزمات انتاج. التوسع الافقي زي حضرتك دلوقتي ما اشرت له، سمعنا 1.5 مليون فدان، سمعنا الدلتا الجديده 2 مليون فدان، 3.5 مليون فدان بيتم انجازهم في وقت وجيز جدا بالنسبه لعمر الحياه. طبعا ما عادش زي زمان ان اي واحد هيروح يدق بير وهيطلع ويبدا يزرع وبعد كده يقول لك البير خلص الميه ملحت. لا، دلوقتي التوسع بحساب وبعلم وبدراسه وبتكاليف، فكل متر بيتم يعني تمهيده للزراعه اول شيء بنعمل حاجه اسمها الدراسه الجيولوجيه للارض، بنشوف كميات المياه الارضيه، بنشوفها متجدده غير متجدده، بنشوف مدى استمراريتها، هتغطي كام عام من الاستثمار الزراعي هذه المياه، دراسه جيولوجيه مكلفه جدا. بعد كده بندرس نوع المياه الارضيه دي او المياه الجوفيه، ملوحتها شكلها ايه؟ هل تقبل ان احنا نزرع بيها او لا تقبل؟ وبعد كده دراسه جيولوجيه، دراسه مائيه لملوحه المياه، بعد كده نطلع على الطبقه السطحيه من الارض، نشوف عمق الماده اللي هي الطبقه القابله للزراعه، بعمل مقطع في الارض بعمق متر ونصف او اكثر، ونشوف ترتيبات او طبقات الارض، ونشوف نفاذيتها ايه وشكلها ايه. بعد كده كل دي نتحط عليه علامات صح، نبدا نشوف ايه هو المحصول اللي يتركب على هذه المساحه عشان يكون العائد منه اقتصاد. فدي عمل وجهد كبير جدا جدا جدا، وعمل تنفيذي كبير جدا جدا جدا، ويواكب ذلك التوسع الغذائي للنبات اللي احنا شهدناه
في مايو الماضي بمجمع المصانع بالنسبه للفوسفات، والنهارده شهدنا النهضه الكبرى بخطوط الانتاج بالنسبه للسماد الازوتي سواء يوريا او نترات. طبعا معدة سماد ازوتي يعني ان كان يمثل في مدخلات الانتاج من 8 ل 12% ولكن يمثل في كميه الانتاج من وحده المساحه من 60 ل 80% وخاصه بالنسبه للمحاصيل الاستراتيجيه الهامه على سبيل المثال القمح او الذره البيضاء والصفراء او فول الصويا. الازوت مهم جدا جدا جدا، ولذلك كان لازم يكون في هناك استراتيجيه كامله، توسع افقي لزياده المساحه المزروعه يقابلها على طول مجمعات لتصنيع السماد تواكب هذه المساحات وتلبي احتياجاتها. دي رقم واحد. رقم اثنين، هذه المصانع التي مجمعات المصانع التي تقام في الدولة المصرية، بالفعل احنا عندنا فائض من الأسمدة ولكن كنا نحتاج المزيد والمزيد منها سواء لليوريا أو النترات أو مخاليط الأسمدة بيسموها الـ NBK أو الأسمدة المركبة، ودي ضرورة ملحة إن شاء الله رب العالمين. وشفنا باكورتها النهاردة في العين السخنة، دي تواكب المساحات في التوسع، وده كله بيسموه التوسع الأفقي وتوفير مستلزمات الإنتاج. طبعا كان فيه ربطة كويسة جدا جدا من معالي وزير الزراعة السيد القصير، هو الاهتمام بالتقاوم المنتقاه والتوصيات الفنية لزيادة الإنتاج، ودي ما يسمى بالتوسع الرأسي. يبقى خدنا التوسع الأفقي زيادة مساحة أرضية، بدأنا ندخل بتبني معالي وزير الزراعة السيد القصير السياسة الصنفية، التقاوم المنتقى، التوصيات الفنية اللازمة دي تركب مع دي، نبدأ نعظم الإنتاجية من وحدة المساحة، الاثنين بيتعانقوا مع بعض، بنزود الإنتاجية التي تؤمن الغذاء داخل الدولة المصرية، لأن الأمن الغذائي بقى ضرورة ملحة مع المتغيرات العالمية اللي احنا بنشهدها دلوقتي، سواء كانت متغيرات بيئية أو انحراف في البيئة، وكذلك الحراك العالمي الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا قبل ذلك مرينا بأزمة كبيرة أيام كوفيد-19 اللي هي في الفعل أثرت أن ممكن تمتلك المال ولكن لن تمتلك الغذاء. كل هذه النقاط متجمعة، فخامة الرئيس كان محطوط سيناريو استراتيجي كبير جدا يواكب هذه الأحداث اللي احنا بنشهده النهاردة. في شيء ثاني يضاف إلى ذلك، إيه؟ بيسموها العوائد الاقتصادية من هذه المجمعات الصناعية. هذه المنتج الصناعي إن لم يكن ينتج في الدولة المصرية لإمداد النبات دي أو للمحاصيل بتاعتنا، كنا هنضطر للاستيراد بعملة نقدية من خارج الدولة المصرية. فده التصنيع بيعتبر تصنيع محلي، بيوفر علينا إن احنا نشتريه بالعملة الصعبة. بفضل الله سبحانه وتعالى ممكن يكون عندنا فائض انتاج منه لا مانع من تصديره، برضه بيحقق معانا عائد نقدي اجنبي، كل ذلك بيساهم مساهمه فعاله في الاقتصاد القومي للدوله المصريه وتامين الغذاء والامن الغذائي داخل الدوله المصريه. فاحنا بالفعل في ملحمه كبيره جدا جدا صحيح. داخل الدوله المصريه، ونهضه كبيره جدا جدا في المجال الزراعي اللي بيعتبر هو ان كان الاستثمار فيه بيكون فعلا منخفض العوائد نقديا، ولكن القيمه العظمى منه تامين الغذاء للمواطن المصري. بس كده هو بيساهم لي في الناتج القومي الاجمالي بتاعي بنسبه 15%، يعني ده لو انا بتكلم هنا حتى على مساله الزراعه تحديدا. اشكرك اولا دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعه بوزاره الزراعه. مصر غنيه بايادي ولادها، الأيادي اللي بتزرع وتبني وتساند على مدار السنين خطوة ورا خطوة في سباق مع الزمن، قدرنا نلغي كلمة مستحيل. والتاريخ يشهد إن أرض مصر هي أرض الخير. كان هدفنا الأكبر نواجه التحديات عشان نحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وترجع مصر سلة غذاء للعالم. ابتدينا أول خطوة في المشوار باستصلاح وزراعة المناطق الصحراوية في مختلف مناطق الجمهورية عشان نقدر نتوسع في الرقعة الزراعية
بدأنا بـ4 مليون فدان، منها 2.2 من 10 مليون فدان في الدلتا الجديدة، واللي بدأنا في زراعة 350 ألف فدان منها بمشروع مستقبل مصر كباكورة للمشروع، واللي قدرنا نحقق منها وفرة في المحاصيل من 20-30% عن المعدل الطبيعي للإنتاج الزراعي. ده غير مشروع تشكى الخير على مساحة 1,100,000 فدان، واللي بتتميز تربتها الخصبة بقلة احتياجها للكيماويات والمبيدات الزراعية، واللي تعتبر من أهم صروح الأمن الغذائي. ولسه بنسابق الزمن للانتهاء من زراعة 2.5 مليون نخلة على أراضي تشكى الخير، وبنواصل نهضتنا الزراعية في استصلاح 650 ألف فدان في الصعيد والوادي الجديد، ده غير إعادة هيكلة 1.5 مليون فدان في الريف المصري الجديد، بالإضافة للبدء في مشروع تطوير زراعات قصب السكر بطاقة 200 مليون شتلة سنوياً، وبنواصل جهودنا لتحديث نظم الري للحفاظ على كل نقطة مية عن طريق أساليب تكنولوجيا وممارسات زراعية حديثة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بمحطات هي الأكبر من نوعها عالمياً، زي محطة معالجة مياه بحر البقر ومحطة المحسمة اللي هتمد شريان الحياة لاستصلاح حوالي 460 ألف فدان في شمال ووسط سيناء. ده غير تبني برنامج لإنتاج التقاوي المعتمدة من المحاصيل الاستراتيجية والخضر اللي بتساهم في زيادة الإنتاجية، وكانت النقلة النوعية في الزراعة مع ميلاد المشروع القومي للصواب الزراعية اللي بيستهدف زراعة 100 ألف فدان من منتجات زراعية خالية من المبيدات بجودة عالمية من خلال مزارع محمد نجيب والعشر من رمضان وقرية الأمل بالإسماعيلية، بالإضافة لمزرعة أبو سلطان اللي بيضموا المخازن والتلاجات ومحطات فرز وتعبئة وتغليف وتصنيع المنتجات وإنتاج البذور. وفي إطار تعزيز الصحة النباتية وسلامة الغذاء، تم التوسع في إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المعامل المرجعية لضمان وجودة إنتاج غذاء صحي وآمن ومستدام مطابق للمواصفات العالمية، وكل ده كان داعم أساسي لصادراتنا الزراعية في فتح أسواق جديدة وصلت ل 160 دولة بأكثر من 405 منتج، وصلت إلى ما يقرب من 6.5 مليون طن سنويا، وده أكبر رقم في تاريخ الصادرات الزراعية. وعلى صعيد المحافظة على المخزون الاستراتيجي للقمح، تم إنشاء 41 صومعة في 19 محافظة، نجحت في القضاء على نسبة الفاقد في الغلال اللي كنا بنخزنها في الشون المفتوحة اللي كانت بتوصل لأكثر من 15-20%. الصوامع زودت الساعة التخزينية كمان للقمح من 1,200,000 طن ل3,400,000 طن. مشروعات تنمية زراعية في كل ربوع مصر بتحقق الأمن الغذائي لكل مواطن، وتفضل مصر أرض الخير. وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، قام حزب حماة الوطن بتوقيع بروتوكول تعاون مع دولة تشاد، والتي تعد من أكثر الدول التي تشتهر بالثروة الحيوانية. نظراً لما تمتلكه من مراع شاسعة، نجح حزب حماة الوطن في إقامة مزرعة مصرية لتسمين العجول التشادية ثم ذبحها ونقلها مبردة بالطيران إلى مصر، لتهبط أول طائرة محملة باللحوم في مطار القاهرة محملة بمئات الأطنان، تمهيداً لبيعها بأسعار رمزية للمواطنين في مختلف المحافظات. العلاقات بين تشاد ومصر علاقات قديمة، لكن ابتداء من اليوم جينا احنا نتلقى أول طائرة بتجيب لحم من تشاد، لكن تنفتح أفق جديدة للتبادل التجاري بين تشاد ومصر. مجال الأمن الغذائي ده مجال مهم جدا لينا كدولة مصرية، واحنا كحزب حماة الوطن بنهتم بهذا وبنساعد الدولة المصرية ان احنا نوصل باللحوم لنصف السعر اللي موجود في السوق المصري ان شاء الله. هيتم توريد خلال الفترة القادمة ما يقرب من 800 طن هيصلوا شهريا. بنشتغل على
تجهيز واعداد منافس ثابته هتصل الى 400 منفذ على مستوى الجمهوريه، لكن علشان دخول رمضان ووصول اللحوم في هذه الفتره هنوزع هذه اللحوم بسيارات مبرده. خدنا ارض على مساحه كبيره وحطينا فيها ابقار، غيرنا المرعى خليناها نفس المرعى اللي تناسب المستهلك المصري، زرعنا عدد من الأراضي الموجودة وبدأنا نعمل حجر على كمية من الأبقار. دولة تشاد هي دولة مسلمة بيذبحوا حلال، في موافقات على المجزر، في لجنة من هيئة الطب البيطري ووزارة الزراعة موجودة هناك بقالها شهر، بيكشفوا على العجل من قبل ما بيخش للذبح لحد ما بيوصل للطيارة عشان نوصل للسعر المناسب. عملنا نظام مقايضة، عملنا تبادل تجاري ما بين الدولة التشادية ما بين جمهورية مصر العربية. تلك الجهود التي يبذلها حزب حماة الوطن للتخفيف عن كاهل المواطنين تأتي في إطار خطة تنموية واعدة لزيادة الفرص الاستثمارية التي تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري والمواطن على حد سواء، وهو ما يسهم في زيادة المعروض من اللحوم في الأسواق ويساعد بشكل كبير في انخفاض سعر اللحوم البلدية المحلية وتخفيف الأعباء عن كافة المواطنين قبل حلول الشهر الفضيل. عارف انت مصطلح سيلف اكسبلاناتوري اللي هو شارح نفسه ذاته بذاته؟ هو ده، ده تقرير يشرح ذاته بذاته. وصول أولى طلائع شحنات اللحوم المبردة من تشاد إلى مطار القاهرة الدولي. اتعمل بروتوكول تعاون زي ما حضراتكم شفتوا، ما في الإعادة إفادة برضو، معلش اسمحوا لي، أنت عارف أنا أحب أشرح الحاجة على قد عناية يعني. اتعمل بروتوكول تعاون ما بين حزب حماة الوطن ووزارة الدولة للإنتاج والتحول الزراعي في دولة تشاد. طيب عملنا ايه؟ عملنا مزرعة كبيرة فيها هذه الرؤوس التشادية المشهورة، وفي نفس الوقت علشان تبقى على مزاج المصريين زي ما بيتقال الطعم، اللحمة بتختلف بالمناسبة من مكان لمكان على حسب ايه المرعى بتاعها، فتغير المرعى بتاعها عشان هذه المواشي تاكل بالطريقة اللي تخلي طعمها زي اللحمة بتاعتنا بالظبط، مفيش فرق. فتيجي اللحوم المبردة، وخد بالك بقى مبردة مش مجمدة، في فرق كبير. طيب طيب اتذبحت؟ ايوه اتذبحت، وبتذبح على الشريعة الإسلامية زي ما بيحصل عندنا، زي ما هو موجود في تشاد الى اخره. ايه كمان؟ لا ده انا كمان عندي لجنة للمتابعة وكل حاجة علشان خاطر ابقى انا شايف ان اللحمة بالمظبوط، المرعى بتاعها سليم، الذبح بتاعها سليم، التبريد بتاعها سليم، عملية النقل المبرد بتاعتها سليمة الى اخره. طيب هيبقى في عندي 3 رحلات اسبوعي، كل رحلة تقريبا حوالي 55 طن من اللحوم المبردة. طيب قد ايه كده؟ 12 رحلة شهري، كميات مستهدفة تتراوح ما بين 660 ل 800 طن كل شهر تدخل للبلاد. اللحوم دي يا جماعة خضعت لإجراءات كشف بيطري طبعا، ازاي؟ الأطباء البيطريين المصريين، لجنة موجودة في دولة تشاد بيشرفوا على إجراءات شكل الذبح، إجراءات الطبية، الإجراءات الدينية المتعارف عليها إلى آخره. وخلوني بعد إذن حضراتكم اخد معانا بكل ترحيب وبالمناسبة بكل شكر المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة في حزب حماة الوطن. اهلا اهلا يا باشمهندس. اهلا اهلا بيك يا استاذ يوسف، كل سنة وانت طيب وحضرتك طيب، الشعب المصري كله بخير ان شاء الله ورمضان كريم عليكم. الله اكرم علينا جميعا يا رب، زي ما انا كنت بقول كل الترحيب وكل الشكر على اللي عملتوه بصراحة يا باشمهندس. الله يخليك، ده واجب وطني علينا وواجب وطني على كل رجل اعمال شاف الخير من البلد ديت وشاف منها الخير ان شاء الله. الله ينور، ربنا يا رب يزيد ويبارك. الاول هسال احنا عملنا ايه بالظبط، والسؤال هل من الممكن ان نتوسع في مثل هذه الامور اكتر من كده شويه؟ الاول ايه اللي حصل؟ احنا من سنه ونص تواجدنا في دوله تشاد. دوله تشاد غنيه بالمراعي وفيها لا يقل عن حوالي 120 مليون راس من الابقار. خدنا قرار كشركة الوطنية الكويتية، ان انا اتشرف ان انا اكون رئيس مجلس ادارة
بتاع الشركه، واكون رئيس مجلس لجنه الانتاج الحيواني والزراعه بحزب حماد وطن. خدنا ارض كبيره على مساحه كبيره جدا، حجبنا بعض الابقار اللي موجوده هناك. كنا لازم نغير المرعى اللي موجوده، لان هم ما عندهمش فكره ان انت تحط او تعمل العليقه بتاعه الابقار اللي بيعملها الفلاح المصري او المهندس المصري او المواطن المصري اللي هو بيغير المرعى بتاع الابقار. غيرنا المرعى، زرعنا بعض الاعلاف، زرعنا البرسيم الحجازي، زرعنا السلاج، زرعنا الغله، زرعنا الذره الصفراء، غيرنا المرعى ووصلنا للمذاق المصري زي ما حضرتك اتفضلت وقلت. اللحمه ديت لا تقل اقليه عن اللحمه البلدي اللي هي بتتباع عند الجزار المصري. ايوه. الفكره اللي احنا عملناها مش فكره المرعى وتغيير المرعى، ودي فكره كانت في الدراسه بتاعتنا، الفكره ان احنا ازاي نحافظ ان انا انزل بسعر يناسب محدود الدخل. حلو. لما جينا فكرنا لقينا ان لو انا اعتمدت على الدولار هيكون وانا برجع اللحمه تاني هيكون التكلفه عاليه. فكرنا ان لقينا ان دوله تشاد محتاجه بعض السلع الغذائيه من الخضار للفاكهه للمواد التمويليه، لقينا هم محتاجين كل دوت طبعا بالتعاون مع رجال الاعمال الوطنيين والمصانع من العصائر اللي احنا وديناها هناك. خدنا المواد الغذائيه ديت وديناها تشاد، سلمنا المبالغ بتاعتها، اشترينا بيها ابقار. في الحاله دي انا لا لي علاقه خالص بالدولار، ماليش علاقه طبعا خالص بالدولار ولا لي علاقه بيه. انا عملت تبادل، عملت تبادل، عملنا تبادل من نظام المقايضه. اتفقنا مع التجار اللي انت لو انت محتاج مواد غذائيه فانا هجيب لك مواد الغذائيه اللي انت عايزها، ولو انت عندك ابقار او عندك معرفه بحد عنده ابقار انا هستلم منك الابقار بعد الفحص. بالفعل الحمد لله نجحنا بالموضوع دوت، زرعنا حجرنا عدد من الابقار اللي موجوده، اتفقنا مع المجزر المختص بدوله تشاد، والحمد لله قدرنا ان احنا نبعت اول طياره، والطيارات الجايه ان شاء الله باذن الله في تنسيق باذن الله على اعلى مستوى مع القياده السياسيه ومع حزب حماد وطن، ان هيكون نازل ثلاث طيارات على القاهره، وطياره على مطار اسوان، وطياره على مطار اسكندريه برج العرب، وطياره على مطار اسواج عشان اخواتنا في الصعيد برضو يقدروا يوصلوا للحمه المدعمه. احنا بننزل بسعر، انا مش جاي انافس فاجر في السوق ولا جاي اعمل معاه ولا جاي اخسره، انا نازل بستهدف محدود الدخل وبالتالي بعمل توازن اسعار. ده صحيح. واحنا انا كالدراسه اللي احنا عاملاها الشركه الوطنيه الكويتيه ان انا اكتفي ب 30,000 راس اول سنه، نوصل للسنه الخامسه ل 150,000 راس. اي نعم مش هيغطي السوق المصري، بس يبقى في توازن في الاسعار، مش لازم اجيب اللحمه تبقى واقفه عليا ب 100 جنيه وابيعها ب 300 جنيه، يعني ما فيش عداله في التسعير. طبعا. ده هدفنا كلجنه الانتاج الحيواني والزراعه كحزب حماد وطن، وهدفي انا كرجل اعمال ورئيس مجلس اداره الشركه الوطنيه الكويتيه ان احنا نخفض في اسعار اللحوم. طب قول لي الفتره الجايه، قول لي باشمهندس، احنا انا كده فهمت انه كمان في اجراء للتوسع، يعني من 30,000 راس نوصل خلال خمس سنين ل 150، يعني هنزود تقريبا خمس اضعاف حجم رؤوس المواشي بتاعتي اللي بستثمرها في تشاد واللي بنقوم بذبح منها علشان نوصل على مصر. سؤالي بقى، احنا يا ترى هل ترى نقدر نحدد السعر دلوقتي اللي هنوصل بيه للمستهلك ولا لسه؟ يا فندم انا بقول لك ان شاء الله باذن الله هنبيع ب 145 جنيه. بكام يا فندم؟ 145 جنيه. 145 جنيه لحوم طازه مبرده بلدي للمستهلك، للمستهلك المصري. الله ينور. 145 طول الشهر، طول الشهر الكريم وبعد كده ان شاء الله 100 فل و14 كده. حماة الوطن اسم على مسمى، ربنا يوفقكم يا رب. الله ينور. وهلم جرة زي ما بتقال. كل الشكر ليك المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة في حزب حماة الوطن. يعني بإذن الله، بإذن الله هذه اللحوم تصل للمستهلك في سعر 145 جنيه مصري. طيب
كل ده احنا بنعمله برضو بالمناسبة هو جزء منه سد فجوة غذائية، جزء منه تحديدا في البروتين الحيواني، جزء منه هو ان احنا بنخلق توازن سعري، جزء منه احنا مقبلين على شهر رمضان المبارك فمش عاوزين الناس تبقى محتاجة حاجة. كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم. ورمضان في مصر شهر المسلسلات، الموسم بقى بتاع رمضان مليان مسلسلات جميلة جدا قوي خالص، بطولات وملاحم لرجال القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب اللي كان في سيناء. ممكن بعد إذن حضراتكم نستقبل بكل الترحيب وبالتهنئة الرمضانية الفنانة الكبيرة وفاء عامر، كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم. الله أكرم يا يوسف وربنا يخليكم، ميرسي جدا، وكل سنة ومستمعينا الكرام والمشاهدين بخير يا رب إن شاء الله. يا رب دايما. كل رمضان بتتحفينا، هتتحفينا السنة دي ازاي؟ احكي لي وما تخبيش عني حاجه والنبي. خالص. انا بشارك فعالين، واحد منهم بعمل بيت شرف، عمل عظيم، اخراج الاستاذ محمد سلامه، الكتيبه 101، بطوله اسر ياسين واستاذ الجميل. الخط قطع. اسر ياسين وعمرو يوسف، وبعدين هنرجع تاني للفنانة الكبيرة وفاء عامر. طيب، أصلا كان عاجبني بالمناسبة دورها جدا 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 في جزيرة غمام، يا دين النبي، حتة دور عظمة بالمناسبة. طيب هنرجع معانا مرة تانية نجمتنا الرائعة والكبيرة وفاء عامر، أهلا بيكي مرة كمان. ولا يهمك. معلش، عمرو يوسف وأسر ياسين. وأسر ياسين كتيبة 101. وطبعا خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب العظيم، انا بحب جدا الشغل معاه. وانا يعني بحب اتفرج، عايز اقول لك احمد عبد الله محمود رائع، مجموعه كبيره جدا من النجوم ان شاء الله باذن الله. استاذ احمد دبير متهيألي شارك برضه حلو. وبعمل كمان حضره العمده تأليف الاستاذ الكاتب الكبير ابراهيم عيسى. الله. انا بتشرف جدا جدا اني بعمل عمل فعلا فيه فلسفه وفي فكر وفي مسؤوليه كبيره جدا جدا، ونقله نوعيه في الدراما من حيث تقديم المراه ومناقشه قضاياها على الشاشه. لا اديلي تفاصيل، ده كلام كده من على الوش من بره. بص، ما تسيبنيش كده. انا لاول مره بعمل دور ما اعرفش هو كتبه ازاي الحقيقه وصاغه ازاي، يعني طبعا انا من قراءه اصلا وبحب اقرا له جدا كتبه، حتى اللي اتنفذت افلام بحب ابقى اقرا الكتاب واروح اتفرج على الفيلم عشان اشوف وجهات النظر بتاعه المخرج، هل هي قريبه ده بتفيدني انا كممثل. استاذ ابراهيم عيسى كاتب دور، انا هتكلم عن نفسي انا عن دوري. ايوه. دور مركب، دور هتشاف فيه باكثر من شكل، هي متلونه حربايه ببساطه شديده بتتاجر في احلام الناس، مستقبلهم، طموحهم، احساسهم، كل حاجه، كل حاجه غير مشروعه تضر بالاخر وتفيد. هي شلبايه فنان تفعله شلبايه. ده 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 دور معقد جدا جدا، ويا رب بس اكون قدها، وان شاء الله باذن الله المسلسل كله يعجبكم، لان كل زملائي الحقيقه عاملين أدوار من أحلى ما يمكن. روبي، أستاذ أحمد بدير، أستاذ أحمد رزق عامل دور عظيم. يا سلام. معنا مجموعة من الوجوه الجديدة هايلة، في نهلة سلامة، في بسمة، في أنا خايفة بس الأستاذة العظيمة سميحة أيوب. الله. عفوا والله لو كنت نسيت حد لأني بتكلم بسرعة وطبعا الوقت. فاهم. طيب، يعني احنا كمجرة العادة أستاذ إبراهيم عيسى هيقدم لنا عمل مهم، بس مسألة الدور المركب الممتلئ بالتعقيدات ده هيخليني قاعد عمال هقعد أنبش من دلوقتي، أنا مش بعيد أكلم إبراهيم عيسى أقول له احكي لي، هيقول لي بس ده سر والسر في بير، بس أنا يعني هعرف أستحسنه في الكلام قدر الإمكان. طيب بصراحة عامل جملة عظيمة، طبعا أنا مش عايزة بقى أهدر حد. أيوه. بشكره جدا، لأن الحقيقة لو أنا هبقى طلعت كويسة من دلوقتي بقول استاذ عادل اديب مخرج عظيم قوي قوي، ده صاحبي فانا شهادتي مجروحه. بص صاحبي، انا كاتب مثقف عارف هو بيعمل ايه، جاي مذاكر، فانا مبسوطه جدا انا بشتغل معاه. ومحمد سلامه بقى يعني هتشوفه السنه دي ابداع.
ان شاء الله كمان يعني العاملين بمخرجين اثنين ما شاء الله بيعرفوا يشغلوني وبيعرفوا يطلعوا مني حاجات. طيب دورك في الكتيبة 101 مش هقولك احرية المسلسل بس برضو زي ما قلتلي كده شوية حاجات على جعفر العمدة قوليلي حاجة بسيطة على 101. بص انا 101 انا لو قلت فيها جملة انا الحقيقة هكون بتشرف لان مفيش اغلى من الوطن ومفيش اغلى من تضحيات الشهداء اللي بيقعوا عشان يحمونا وعشان يقفوا في ظهرنا. مفيش اجمل من انك فعلا تبقى بتعمل عمل بيؤرخ لبطولات ان شاء الله باذن الله دائما وابدا منتصرين وربنا حميهم. فانا كل اللي انا عايزه اقوله دوري يعني دور امراه ثانويه قويه محترمه جدا 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 ان شاء الله باذن الله تعالى اكون وفيتها حقها لان اهل سينا دول على راسنا من فوق طبعا فعلا بيتعرضوا لمخاطر كتير وعندهم تضحيات عظيمة وقفوا في ظهر مصر كتير وهيفضلوا دايما هم السد المنيع صحيح وهم الأكثر ناس فعلا يعني مش عايزة أقول لك كانوا واقفين مع مصر من الناحية الحدودية لأن كل ولاد مصر أكيد بيحبوها عشان برضو ما أهدرش حق حد. يا سلام طبعا ان شاء الله يا رب اكون عملت حاجه تستحق فعلا المشاهده. لا لا تستحق ونص كمان نورتينا وشرفتينا ورمضان كريم وان شاء الله ان شاء الله نشوفك على خير باذن الله في التلفزيون وتنورينا في البرنامج بقى لو سمحتي. لا ده انا شرف ليا ربنا يخليك ربنا يخليك يا فندم. الف الف شكر لنجمتنا وفنانتنا الكبيره استاذه وفاء عامر عن الكتيبه 101. تعالوا بقى نروح لبطل بس مش من أبطالنا بتوع القوات المسلحة، هو بطل أولمبي، البطل الأولمبي أحمد الجندي نجم المنتخب الوطني للخماسي الحديث ياخد الميدالية الذهبية لبطولة كاس العالم للخماسي الحديث واللي استضافتها مصر. جه تتويج جندي بالميدالية الذهبية ده بعد احتلاله المركز الأول بمجموع 1516 نقطة. أنا محتاج أفهمها طبعا. هتقول لي خماسي يا يوسف يعني خمس لعبات، ما أنا فاهم، أنا بس عايز أفهم منه أكتر، عايز أسمع صوته، عايز أقول له مبروك. ألف 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 مبروك يا أحمد. الله يبارك حضرتك. الله يخليك يا أخي، شرفتنا ورفعت راسنا. متشكر جدا لحضرتك. الله أكبر وما شاء الله وربنا يحفظك ويحميك دايما يا رب ان شاء الله. قول لي بقى قصه ال 1500. تستنى 1500 وكم نقطه لازم اعد انا ولا ايه؟ 1500 حاجه و60 صح؟ 1516 1516 نقطه، بيتحسبوا ازاي دول يا ابو حميد؟ احنا عندنا نظام اللعبه ان هو خمس العاب اللي هو الجري والسباحه والرمايه والخيل والفروسيه بس عندنا كل لعبه ليها النقط بتاعتها. هي في الاخر بتحسب على التوتال بوينتس بتاعت كل اللعبه. جميل. انا عندي سؤال عن موضوع الفروسيه. انا عارف انه هو جزء من صعوبه اللعبه انه سيادتك بتتفاجئ بالفرس اللي انت هتستخدمه. ده حقيقه، ما بتبقاش فرس انت متعود عليه، مش متمرن معاه، مش عارف طبعه، مش عارف ايه اللي بيقلقه اللي بيوتره الى اخره. احكي لي عملت ايه في الحته بتاعت الفروسيه دي. بتبقى الفروسيه بتبقى انت يا دوبك بتسخن مع الحصان تلت ساعه بس قبل ما تدخل الكورس. يعني هو بيبقى نظام، بيبقى احنا كده كده بتبقى فيه لسته الحصانه بتنزل قبلها بيومين وبتشوف الحصانه كلها بس بتعرف الحصان بتاعك في القرعه اللي هي قبل الايفنت بساعه بس وليك تسخين تلت ساعه مع الحصان بتعرف بقى فيها كل حاجه عن الحصان. يعني بقى انك لما بتركبه وبتسخن بيه وتنط بيه في الاول بتشوف بقى هو يعني محتاج يتمسك اكتر، محتاج تجريه اكتر. بس فهي بتبقى فعلا يعني طبعا الصعوبه في كده في ان انت الحصان مش عارفه، حصان ممكن يكون هو صعب، فطبعا تلت ساعه ما بتبقاش كافيه طبعا ان انت تتعرف عليه قوي. بس فطبعا بتدخل فيها يعني هقول جزء من التوفيق، مش يعني حظ طبعا وتوفيق طبعا كبير جدا بيبقى بيدخل بقى في لا وبرضه بيبقى فيها يعني وطبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى وكل حاجه طبعاً. بس برضه بيبقى فيها ذكاء من اللاعب في الحته دي انه يعرف يلقط اكبر قدر ممكن من صفات الفرس اللي معاه. اه طبعا دي حقيقه. هي طبعا
الحصان بيبقى يعني ممكن يكون كويس وكل حاجة، بس الفارس اللي عليه مش ممكن ما يكونش اللي هو يعني قوي باللي هو ان هو يعرف يسيطر على الحصان او الكلام ده كله. وفي نفس الوقت برضو ممكن يكون الحصان حصان صعب وكل حاجة، والفارس اللي عليه يقدر يسيطر عليه ويجيب بيه اللي هي 300 نقطة اللي هو كلير كورس. يعني احنا عندنا الفروسية بتبقى 300 نقطة دي اللي هو انت كده ما فيش ولا خطأ يعني، خلاص كده فول مارك. اه بالضبط كده. فهي بقى على حسب بقى بتوقع حاجز بتقل 7 نقط، بتحرن قبل السد او اللي بتقف قبل السد بتبقى 10 نقط، على حسب بقى كل خطأ يعني. طب سؤال بقى، هم كل واحدة فيهم 300 صح؟ آه لا لا هي الفروسية 300. عندك الـ كمان السلاح انت بتبقى داخل ب 110 نقطة، انت كده كده داخل ب 110 نقطة. على حسب بقى عدد اللمسات اللي انت بتجيبها، لان احنا بنلعب احنا بنبقى في الفاينل بنبقى 36 لاعب. بلعب مع ال 35 لاعب التانيين دول كلهم ماتش من لمسة في السلاح اللي هو المبارزة يعني. بس واللمسة بتبقى بخمس نقط، انت جبتها خدت خمس نقط بتوعك، ما جبتهاش تبقى خدت خمس نقط. طب قول لي يا ابو حميد، ايه سر الخماسي الحديث مع العيلة؟ انا عارف ان محمد اخوك السنة اللي فاتت ما شاء الله تاتش وود كان واخد الفضية. ايه حكايتكم مع الخماسي الحديث؟ لا انا يعني انا الاخ الاكبر يعني يعني انا اكبر من محمد بسنتين. بس وانا بدات اسمي الخماسي من وانا عندي 6 سنين. ومحمد برضو بدا من هو صغير برضو، بس يمكن محمد يعني كان في النص كده اتجه لكذا لعبه تانيين غير الخماسي يعني. بس في اخر سنتين هو بدا يركز في اللعبه يعني، والحمد لله السنه اللي فاتت قدر يجيب الميداليه الفضه في بطوله العالم، وهو برضو يعتبر اصغر لاعب يقدر يجيب ميداليه في بطوله عالم كبار. ما شاء الله. فطبعا ما شاء الله. يعني كان انجاز كبير جدا منه. بس والحمد لله يعني برضو بعد اولمبياد طوكيو بعد ما انا جبت الفضه كان عندي اصابه السنه اللي فاتت، بس الحمد لله يعني فتره العلاج والحاجات دي كلها على السلامه. ان اتمنى بقى ان شاء الله ما تكونش في حاجه السنه دي اصابات يعني. لا 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 ان شاء الله ما فيش اي حاجه، تحافظ على صحتك واياك واصابات انا لسه جاي لي اصابه اصلي، فانا ايه موجوع فتاخد بالك. الدكتور قال لي خلي بالك، ودي اهم حاجه. احمد الف 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 مليون مبروك والف سلامه عليك، وان شاء الله تشرفنا دايما انت ومحمد وتحصدوا الميداليات والبطولات تاتش وود، وربنا يحفظكم. كل الشكر بطلنا الاولمبي احمد الجندي، واستاذنكم نروح لفاصل ونروح للمبتهله شيماء النوبي، بنت من بناتنا من اصل الصعيد، حجزت لنفسها مكان في مملكة ألحان السماء، تبتهل ونسمع ونخشع. استنونا لو سمحتوا بعد الفاصل.